2017 يوم اعتز به يوم ضيف كنت موجود فيه في المملكة المغربية العظيمة العزيزة الغالية. تحياتي وتقديري لكل أهل المملكة المغربية ولكل مشاهدين متابعين الوطنية، تحياتي لكم جميعا. أمس كان يوم من أروع ما يكون، كان يوم بنلتقي فيه في أمسية تدريبية، أمسية مقدمة لأهل المملكة المغربية عن أسرار صناعة النجاح. أسرار صناعة النجاح كانت فكرة لقاء من أروع ما يكون، شاركني فيها في تقديم هذا اللقاء الأستاذ توفيق ناهض وكوتش أميمة شوقي. قدمنا مع بعض لقاء للشباب، لقاء ثلاثي، معلومات مكملة لبعضها، قدمنا حاجة تفيد المجتمع. أروع ما يكون وعجبني في هذا اللقاء إن لقيت كثيرا من الشباب حاضرين، شباب كتير جدا حاضرين في سن رائع جدا. إحنا متعودين نشوف الشباب دوت فين؟ متعودين نشوف الشباب دولت في حفلة، متعودين نشوفهم في مكان بيتفسحوا للخروج للسياحة للفسح، ولكن نجد كم من هذا الشباب الهايل الرائع موجود في أمسية تدريبية ترفيهية ثقافية. معنى كده إن مازال الشباب بخير، مازال الشباب عنده وعي، مازال الشباب عنده رغبة حقيقية للإرادة. فعلا أنا عشان كده لازم أقول تحية لشباب المملكة المغربية، للشباب اللي عاوز يبني ذاته بذاته. لكن أنا عاوز أقول كلمة للشباب الآخر اللي ما جاش، بس مش اللي ما جاش علشان ما قدرش، اللي ما جاش وعرف إن في أمسية تدريبية ثقافية وما اهتمش. حياتك أنت اللي بترسمها بذاتك، أنت بتختار عاوز تكون فين في المجتمع، أنت بتختار عاوز تكون فين في المستقبل، ولما بتسعى للي أنت عايزه بتوصل له. لو أنت رفضت تدريب وتكوين وفورماسيون وأوقات جميلة ورائعة فيها نفع ليك ونفع لمجتمعك، هتختار إيه؟ أنا مش معترض نهائياً على إن الشباب يترفه ويخرج ويفرح ويروح حفلات وإنجازات وسعادة، اسعد واشعر بحياتك كشاب، يلا ادي وقت جميل، ولكن أقف وقفة مع ذاتك في أوقات لازم تطور حياتك. تطور نفسك، تطور مهاراتك، تطور ثقافتك، قدرتك، طاقاتك، علشان تقدر فعلا تعطي للوظيفة وتعطي للعمل وتعطي للمجال لما تتخرج وتدخل خبرات حياتية جميلة تكون اتعلمت بقوة تصبح يد نجاح في المجتمع اللي انت فيه. بيكون في أيام فاصلة في حياة الناس، وأنا بالفعل الأمسية اللي قدمت في الدار البيضاء في قاعة الصخور السوداء كانت من أروع ما يكون وكانت فاصلة بالنسبة لي. ليه؟ لأن في هذا اللقاء احتفلنا بتخرج دفعة من مدربين التنمية البشرية في المملكة المغربية. كنت فخور بكل واحد فيهم، فخور إن هيكون فيه حملة رسالة التدريب والتنمية الذاتية هنا من أهل المملكة المغربية، من أبناء المملكة المغربية العزيزة الغالية. نعم، وفخرت وكنت فخور وشرفت بوجود معايا الكوتش والمدرب والزميل العزيز الأستاذ توفيق ناهض. قدم فقرة رائعة جدا عن النجاح وعن تحديد الأهداف، واتكلم عن سمارت وكلمة سمارت مكوناتها الرائعة والمميزة. أدى أداء رائع جدا، وفي الحقيقة يمكن بيكون حفل تخرج مدربين اللي بننفذه ليهم بعد نهاية التي أو تي وتدريب المدربين، لأن أستاذ توفيق ناهض من الشخصيات المميزة، متفوق رائع، تميز في الامتحان النظري وتميز في الامتحان العملي، هو شخص متميز وانسان رائع. فكنت فخور بانه القى المحاضره ديت معايا وكنا احنا ثلاثي بنكمل بعضنا. ايضا الكوتش أميمة شوقي قدمت محاضره عن التغيير وكيفيه التغيير واليات التغيير والتغيير الايجابي للشباب مش التغيير السلبي، فعملنا ثلاثيه من اروع ما يكون. كل عام بنقدم لقاء اسمه تدريب المدربين فورماسيون دو فورماتور، بنهتم بإعداد مجموعة من المدربين التنمية البشرية، إعداد تقني، فني، علمي، ثقافي في كل الجزئيات، بيكون إعداد كامل ليهم، إزاي يقف، إزاي يتكلم، إزاي يتحرك، لغة الجسد والبادي لانجوج بتاعته، أسلوبه، تحركاته، كل حاجة كمحاضر وكمدرب، حتى تأثير واستخدام اللغة، واستخدام التعبيرات، واستخدام نبرة الصوت، حتى يصبح مدرب مؤثر. ويكون قادر على التأثير على المتلقي في هذا الوقت. بالفعل خرجنا دفعة رائعة فخور بيهم، يكونوا حملة التنمية الذاتية في المملكة المغربية، وأنا سعيد إن كلية أبناء في المملكة المغربية يحملوا رسالة التدريب. نعم، ف
فخور بيهم وفخور بكل شاب في المملكة المغربية وفتاة بيبنوا نفسهم بيبنوا مستقبلهم يسعوا إلى النجاح. لكل أهل المملكة المغربية لكم من القلب كل الحب والتقدير. أحمد قدوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كان لي الشرف أنني كنت من المدربين المتخرجين على يد الأستاذ أحمد قدوس، وحصل لي الشرف أنني كنت من بين المدربين اللي درنا واحد المحاضرة أمسية ثقافية بقاعة المحاضرات صخور سوداء بالدار البيضاء. كانت أمسية رائعة جدا وناجحة بكل المعايير، حضر لها جمهور كبير، ولدرجة أن البعض من الناس ما وجدوش الأماكن ديالهم. الأمسية كانت حول أسرار صناعة النجاح، اللي كان لي فيها واحد التدخل اللي تبلور حول موضوع تغيير، موضوع مفاتيح صناعة النجاح، واللي تطرقت لها بخصوص الموضوع من الفشل إلى النجاح. من الفشل للنجاح اللي هو الإنسان، كل واحد فينا عنده داخله واحد طموح، واحد الإرادة، واحد العزيمة اللي يكفي أنه يلقى طريق ويلقى خارطة الطريق ديالو اللي غادي يتمشى عليها واللي غادي يمشي عليها باش يحقق النجاح. كل واحد فينا عنده واحد الجوهرة الداخل ديالو، وهذيك الجوهرة صوروا معايا إخواني، كون كانت هذيك الجوهرة مثلا عامرة بالأوساخ ولا مدفونة في الأرض وعمرات بالتراب، واش هذيك الجوهرة كيبان اللمعان ديالها، كيبان البريق ديالها؟ لا، غادي تبان كأي حاجة اللي هي عادية. ولكن إذا شدينا ديك الجوهرة وعاود مسحناها، هزينا واحد الشيفونة، هزينا واحد القطعة ديال القماش ومسحناها ونظفناها، هذاك البريق ديال الجوهرة كيرجع وكيسطع، وكتقدر أنك ما تقدرش تشوف فيها هذاك البريق اللامعان ديالها. هذه هي الشخصية ديال كل واحد فينا. خص غير فقط أننا نثقوا بالقدرات ديالنا ونثقوا بريوسنا، وتكون عندنا الإرادة والعزيمة باش أننا نتغيروا ونعرفوا المراحل اللي يمكن لنا نسطروها لحياتنا باش أننا نقوموا بهذا التغيير. المحاضرة اللي كانت بقاعة الصخور السوداء بالدار البيضاء كانت حول أسرار صناعة النجاح، واللي كيف ما قلت لكم سبق لي قلت لكم أننا كانت لي فيها واحد المداخلة ديال الموضوع ديال من الفشل إلى النجاح، اللي ذكرت فيها الطرق والوسائل اللي يمكن الإنسان وأي شخص أنه يسطر النجاح ديالو ويسطر خارطة الطريق ديالو باش أنه يوصل للمكان اللي بغاه. ومن بين هذه الوسائل هي وسيلة ديال لاميثود سمارت. لاميثود سمارت هي وسيلة اللي كيخدموا بها سواء الشركات، ويمكن أنها يخدم بها حتى الإنسان على ذاته. هاد لا ميثود سمارت اللي هي كتكون من الاس اللي هي سبيسيفيك، يعني ان الهدف، الا بغينا نديروا الهدف ديالنا نسطروا حياتنا. بزاف الناس كتسولوا شنو بغيتي، كيقول لك انا بغيت التغيير، ولكن خصو هذاك التغيير اشنو بغى يتغير في حياته، خصو يعطي واحد الهدف اللي هو مسطر ومحدد المعالم ديالو. الام اللي تابعه الاس هي يكون ميزورابل، يعني قابل للقياس. هذاك الهدف خصو يكون قابل للقياس، يعني كتسول شي واحد اشنو الهدف ديالك في الحياه، كيقول لك انا بغيت نكون لاباس عليا مثلا. لاباس عليك شحال بغيتي مثلا يكون عندك؟ بغيتي تزاد الراتب ديالك؟ شحال بغيتي هذا الراتب يوصل؟ يعني خصو يكون ملموس، ميزورابل، يعني قابل للقياس. الا اللي هي اتينيابل ولا قابل للتحقيق. قابل للتحقيق يعني يكون واحد الهدف اللي هو ملموس ويقدر يتحقق، ماشي مثلا ان تعطي شي 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 هدف اللي هو في الخيال العلمي. قلنا اس ام ا، بقات لنا الار والتي. الار كتعني رياليست، يعني الهدف خصو يكون
واقعي، يعني ما نجبدوش شي حاجه اللي هي كيف ما قلنا من الخيال العلمي. مثلا واحد رياضي اللي يلاه دخل لاصال مثلا ديال الحديد، غادي تقول له هو كيوزن 40 كيلو او 50 كيلو، غتقول له غادي تهز ليا مثلا 100 كيلو، ما يمكنش. دونك خص شي حاجه اللي هي تكون واقعيه، داخله في الواقع. وكتبقى لنا تي اللي هي كتعني تايم، يعني خصو يكون هذا الهدف عنده واحد التاريخ ديال البدايه، واحد التاريخ ديال النهايه. ما يمكنش نسطرو انا بغيت نتبدل، بغيت نتغير، بغيت ندير هذاك الهدف ونخليه اوفر، نخليه مفتوح. ما نعرفش مثلا، ما نحددش لواحد الوقت مثلا من هنا لعامين، من هنا لثلاث سنين، من هنا. غير هو الهدف كما قلنا خصو يكون ملموس، ماشي تقول انا بغيت مثلا ناخذ الدكتوراه ديالي ونقول غادي ندير الدكتوراه مثلا في عام او في 6 شهور. لا، خصو يكون هدف اللي هو واقعي وملموس. هذه هي سمارت، اس ام ا تي. وكنصح اي واحد فيكم انه الى بغى يرسم الخارطه ديال الطريق ديالو والخارطه ديال الاهداف ديالو ويوصل الهدف ديالو بكل سهوله، انه خصو يعمل بهذه الطريقه ديال سمارت، لا ميثود سمارت. استاذ قدوس، استاذ كبير اللي تلمدنا على اليد ديالو، حنا كنحملوا على عاتقنا واحد الامانه اللي اعطاها لنا باش اننا نقوموا بالتدريب على الصعيد الوطني. هذه الامانه اللي هي بكثر ما انها تشريف هي تكليف، لان خصنا نعطيو احسن صوره لاستاذنا الكبير احمد قدوس، وخصنا نتبعوا الخطوات ديالو في التدريب اللي هي ماشي سهله باش اننا نوصلوا للمكانه ديالو. وهذا الشيء اللي غيحثنا اننا نتابعوا الدراسه ديالنا والعلم. باقي حتى شي حاجه ما دارت، انسان مازال خصو يقلب ويبحث ويتطور، يتطور من الداخل ديالو، يطور ذاته باش يقدر يطور الاخرين. لان التغيير اولا كيبدا من الداخل، عاد كيمشي عند الاخرين. والانسان كيف ما قلنا خصو يتغير من الداخل، يطور القدرات ديالو باش انه يقدر هذاك التغيير يقيس المحيط ديالو، العائله ديالو، الجيران ديالو، والناس اللي معاه في العمل. كيف ما قلنا احنا كمدربين اللي تلمدنا على يد استاذ احمد قدوس، ان شاء الله بدينا كنقوموا في دورات تدريبيه للشباب والناس اللي في الشركات، الموظفين، على اساس اننا نقلوا هذه الرساله ونوصلوها للناس على احسن وجه وعلى اكمل. كل انسان جواه حلم، كل انسان جواه مارد. الحلم والمارد مع بعض يصنعوا نجاح غير عادي. جواك حلم، والحلم المفروض في يوم من الايام يخرج للواقع، يخرج للحياه. يخرج حلمك للواقع وللحياه ازاي؟ لما تطلق المارد في داخلك، المارد بالاراده وبالرغبه وبالعزيمه، المارد للتخطيط، المارد للتفكير الايجابي. خرج الحلم اللي جواك، حوله الى خطوات ايجابيه في حياتك علشان تقدر توصل للحلم اللي انت عايزه. حدد انت عايز ايه، حدد الطريق اللي يوصلك لحلمك ازاي يكون الطريق، وخليك واثق من نفسك انك تقدر توصل للحلم مهما كانت التحديات ومهما كانت صعوبات. الاحلام بتتحقق. اعرف ان الحلم بيصير في يوم من الايام حقيقه وواقع على الارض، ولكن لازم تامن بمهاراتك وقدراتك وامكانياتك وحسن اعتقادك في ذاتك. اعتقد في اشياء. ايه هي؟ اعتقد رقم واحد انك قادر على تحقيق النجاح. اعتقد رقم اثنين ان النجاح يستحق الجهد والتعب والبذل. اعتقد رقم ثلاثة انك انت تستحق انك تكون انسان ناجح في الارض دي وفي الحياة دي وفي العالم دوت. مكانك هو افضل مكان في الكون، مكانك على القمة، مكانك في الروعة، في التقدم، في التميز. لا تقبل غير انك تكون انسان مبادر وفي الصفوف الاولى في عالم الناجحين. انت مميز، انت رائع، تستحق افضل مكان في الحياة. احلم احلم احلم، ما تحطش سقف لأحلامك. احلم احلم احلم، دي الأحلام بتتحقق.